الو الو تمام، الحمد لله. ليك وحشة والله. انت اكتر يا دكتور، اخبار مصر ايه؟ الله يخليك والله. والله كله تمام والله، الحمد لله عمور. الحمد لله. والدكتوراه حضرتك عامل فيها ايه؟ والله تمام الحمد لله. هوريك البرودكت. ان شاء الله. احنا مع بعض ولا في لايف حاجة؟ لا، احنا هنقول للناس قبلها، احنا عندنا مثلا لايف او حاجه زي كده، تمام، وهنجهز الاسئله وابعث لحضرتك قبلها باذن الله. بص يا عمر، اللي انا وصلت له لحد دلوقتي ده وركر سكانر، ما شاء الله، ده وركر سكانر تمام. كويس. العامل يا عمر هينزل بالاي دي ده، تمام. كل عامل من العمال هينزل بالجهاز ده. تمام. الجهاز ده هيتعلق بشبايه هنا في الاي دي ده. ده اي دي ده بيتقري، خلاص عرفنا نوصل له الحمد لله دلوقتي. وفي كل زون 100 متر الجهاز ده. ممتاز. تمام حلو. تمام في المقابل، انا مش عارف ليه الصوت وطي. ثواني كده، سامعني؟ طب كويس، انا مش سامع صوت كويس. كويس، انا صوت كويس عندي. طب هقفل واتصل تاني يا عمر. طيب ماشي يا دكتور. طب بقول لحضرتك حاجه قبل ما اتصل، انا بجرب فبسجل، انا بجرب فبسجل، تمام. فممكن لو الكلام ما مش، فيش. لو حضرتك عايز تشيره نبقى نشيره، انا بجرب بس موضوع البرنامج اول مره اشتغل عليه. لا لا لا، مش هنشير، مش هنشير. لما نقعد مع بعض الاول وبعدين نبقى. خلاص باذن الله. تمام يا دكتور، خلاص اوكي ماشي، انا هجرب كده حتى السماعه ارتبها بس يبقى انضف شويه الصوت. اوكي ماشي يا دكتور. اوكي.